بوغريان النائبة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. اليوم كنتواجدوا قاعة البوعزاوي لنحتفل بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة. وهذا اليوم اللي هو يعني ضيوف الشرف فيه هو تكريم للمرحوم محمود الإدريسي التي ستعوضه ابنته شهرزاد، وكذلك فرصة لتكريم واعتراف وبرور بالأعمال الجليلة لبعض قدماء المحاربين وكذلك قدماء العسكريين، وكذلك تكريم أحد أعضاء المتطوعين للمسيرة الخضراء. وبهذه المناسبة الغالية أيضا التي هدفها هو ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال الصاعدة، حرصت هذه الجمعيات المنظمة أن تحتفي بمناسبة إحالتي على التقاعد النسبي، وكان لي الشرف لتلبية دعوتهم، خصوصا رئيس جمعية اتحاد سلام للتنمية والاتحاد الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء، وكذلك الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين فرع عمالة سالة. واليوم كما عهدنا والكل يعرف أن هذا اليوم يؤرخ لعبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء المضفرة، وكذلك الدور الذي يقوم به هذه الجمعيات المنظمة هو كما قلت إرساخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال الصاعدة. وشكرا لجميع المنابر الإعلامية المتواجدة معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيد العدلاني محمد متقاعد، يسرني بان غادي باش نحضر هذا اللقاء هذا كرئيس جمعيه قدماء المحاربين جهه تماره وسخيره المرزير، وانا فرحان بزاف على هذا التلاحم بين المجتمع المدني والقدماء العسكريين والقدماء المحاربين، وكنتمنى الله يدوم علينا هذه الفرحه تحت قياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نزره الله والامير الجليل وجميع الاسره الملكيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. انا اميمه السباعي الشاعره المغربيه شاعره الملوك الثلاث، جايه من جنوب المغرب من الطنطان، ندور نحيو الذكرى الوطنيه للمسيره الخضراء للسلام والتنميه. وكل سنه نجي هون اياك نحضر فيها الذكريات القديمه، وياك تعود الناس مولي عالمه وحاسه بان ما ننساو ذيك الذكرى القديمه اللي خلانا ملكنا محمد، خلانا ملكنا الحسن الثاني رحمه الله علينا وعليه، خلانا مولي محمد الخامس قبل الحسن الثاني، خلانا الوطن وخلانا تضحيته باولاده وبراسه في مدغشقر والحبس اللي راه خايفه لعل كاع ننساو منها واحده ذيك دائما ماشيين معاها، ما ننساو الاولى اللي ضحى محمد الخامس، ولا ننساو ذي التاليه المسيره اللي عدى للحسن الثاني. هذا هو اللي نجي عليه ونجو عليه احنا المسيره الخضراء، هو اللي ما ننساو احنا المسيره الخضراء بجمعيه المسيره الخضراء الاتحاد الوطني للسلام والتنميه، هو هذا هو اللي تعال. هذا هو هدفها، هو اللي ماشي به دائما كاع اياك ما لا ماشيين احنا متطوعين على رجلينا وعلى كرعينا بحال بذي القضيه. برئيسنا بن ابراهيم جزاه الله خيرا، ما قطق عادي عاطي دمه لحمه وعاطي حياته للمسيره، عاطيها للمغرب، عاطيها لمحمد الخامس، ما هو ناسي شيء، واحنا ما قط نسينا شيء احنا كامل. السلام عليكم ورحمة الله. عاش الملك وطلوع الدرجة لسيدي محمد السادس، وطلوع الدرجة لولي العهد وملاي الرشيد، وطلوع الدرجة لهم، وعاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم الحسن إبراهيم، رئيس الاتحاد الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء للسلام والتنمية. شاركنا بالأمس مدينة الرباط في مسيرتين انطلقت من مقاطعة تقدم اليوسفية
الى غايه دوار الدوم حي برقراق، ونشارك اليوم مدينه سلا في هذا الحفل البهيج الذي يخلد للذكرى 47 لحدث المسيره الخضراء، الحدث الجيلي، جيل الحسن الثاني، قد لبى نداء الوطن ونداء الملك، وبقدر ما هو مسالم، بقدر ما الشعب المغربي متشبث بثوابته الوطنية، والثوابت الوطنية تتمثل في الإسلام، في الوحدة الترابية، في الملكية الدستورية البرلمانية، وفي العروبة. وهذا لا يعني أننا نقصي الاختلاف، فمجتمعنا يرحب بالاختلاف، يرحب بجميع الأطياف في المغرب. هذه الاحتفالات التي نقوم بها، الهدف منها أولا هو إرسال رسالة لأعداء الوحدة الترابية على أننا وحدة متماسكة في المغرب للدفاع عن ثوابتنا وعن ترابنا وعن أرضنا وعن وطننا، ونحتفل بها لنرسل رسالة إلى الجيل اللاحق والجيل الحالي لكي يحافظ على المكتسبات التي خلفها الأجداد والآباء، ثم كذلك ليدافع عن ترابه ووحدته الترابية. نتمنى أن نتوفق في هذا النشاط، ونبلغ الرسالة برورا بقسم المسيرة الخضراء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.